بأجواء سادها التكتم، انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، جريمة وحشية تهز الأردن والملك يتدخل، وبعد حملة ألغت حفله في مصر، هكذا رد سعد المجرد. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. وسط أجواء أحيطت بالتكتم الشديد، عقد الوفدان اللبناني والإسرائيلي اليوم جلسة مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، ذلك في مقر الأمم المتحدة بمنطقة ناقورة جنوب لبنان بحضور الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. وراسلة العربية في المنطقة أفادت عن وجود طرادات بحرية ومروحيات وأليات عسكرية حول مكان المفاوضات وسط تعتيم إعلامي ومنع للتصوير، فيما قالت مصادر دفاعية إن المفاوضين اجتمعوا لفترة وجيزة حيث انتهى الاجتماع بعد ساعة فقط. عن عمر ناهز 79 عاماً وبعد صراع مع المرض توفي صباح اليوم الفنان المصري محمود ياسين بعد سنوات من الابتعاد عن الفن والحياة العامة بسبب مرضه. الفنان الراحل وهو من مواليد مدينة بورسعيد عام 1941 له تاريخ حافل بالأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، كما حصل على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها. ياسين متزوج من الفنانة المصرية الشهرية ولديه منها الممثل عمرو والممثلة رانيا التي تزوجت الممثل محمد رياض. جريمة وحشية هزت الشارع الأردني وأثارت حالة من الصدمة والغضب. الجريمة جرت في منطقة الزرقة وأقدم فيها 10 أشخاص على اختطاف فتى يبلغ من العمر 16 عاماً ثم بتر يديه وفق عينيه بغرض الثأر من جريمة قتل سابقة ارتكبها بها والد المجني عليه. وبعد تداول مقطع فيديو للشاب المعتدى عليه عمت حالة من الغضب بين الأردنيين، وصل صداها إلى العاهل الأردني عبدالله الثاني الذي وجه بتوفير العلاج اللازم للضحية، وتابع شخصياً تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها مديرية الأمن العام وقادت إلى القبض على مرتكبي الجريمة. على خلفية كتاب حمل عنوان ميلانيا أنمي، تناول تفاصيل عن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب. رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى بحق مؤلفة الكتاب ستيفاني وينسون وولكوف وهي مساعدة سابقة لزوجة الرئيس. الوزارة قالت إن مؤلفة الكتاب الذي نشر الشهر الماضي كانت تعهدت بعدم الكشف عن معلومات تتعلق بزوجة الرئيس جمعتها خلال عملها متطوعة في البيت الأبيض بين عامي 2017 و2018، وفيما لم تكن وولكوف موظفة فيدرالية إلا أنها بحسب الدعوة وقعت عقداً ملزماً فيدرالياً يعرف باتفاقية خدمات مجانية، كما كان محظوراً عليها التربح مما تعلمته في البيت الأبيض من دون الموافقة على ذلك. بعد إلغاء حفل كان مقرراً للفنان المغربي سعد المجرد في مصر وذلك استجابة لحملة كبيرة ضده على مواقع التواصل، جاء رد من المجرد نفسه ولكن بصورة غير مباشرة. المجرد نشر عبر إنستغرام صورة له بدأ فيها مبتسماً وعلق عليها بالقول لا شيء يهز القلب المبتسم، وأرفقها بمجموعة وسوم منها الله ينصر سيدنا وأحب جمهوري إلى الأبد وأحب والدي إلى الأبد. كان ناشطون طالبوا بإلغاء حفل مجرد متداولين واسماً وصفه بالمغتصب على خلفية قضايا الاغتصاب والتحرش التي يواجهها. أخيراً جاءت اللحظة المرتقبة لدى كثيرين، شركة أبل كشفت مساء أمس عن 4 نسخ جديدة من أحدث هواتفها آيفون 12. الهواتف الجديدة جميعها تدعم ميزة 5G وتتضمن ميزات عدة لاسيما فيما يتعلق بالكاميرا. أما الأسعار فتبدأ من $799 وهو ما يبدو للوهلة الأولى معقولاً نسبياً، لكن سعر الجهاز قد يصل إلى حوالي $1,300 إذا ما تم تزويده بمساحة تخزين إضافية وميزة الشاحن اللاسلكي، الأمر الذي أثار تحفظ البعض إذ وجدوه سعراً مبالغاً فيه خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم.